هكذا تتواصل الانطلاقات، هكذا نجدد اللقاء والتحية بحضراتكم من موقع ميدان السباق الهجن العربية الأصيلة بالمرموم، لتتواصل انطلاقات الكبار في صباح هذا اليوم. وعبر شاشة دبي ريسنج تتواصل أشواط الانتاج والجولة الأولى الذي تنطلق فيها هذه الأسماء وهذه الشعارات. الشوط الرابع الذي أعلنت قبل قليل وأعطى إشارة البدء بالانطلاق الخاص بالزمول المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل يتقدمهن ويقودهن في هذا المسار. يسيطر على مقدمة الشوط متعب محمد بن سالم بن دري الفلاحي، يقود مسار هذا الشوط ويتحدى المنطلقين، بينما يلي في المركز الثاني شاهين، وياتي سالم بسيب بن مصبح المسافري على المركز الثاني. المركز الثالث نقل على ثالث المراكز مشاهدينا الاعزاء، شاهين ياتي في المركز الثالث، وسعيد بن راشد بن سيف الشعالي يقدم شاهين، بينما المركز الرابع برق ياتي في المركز الرابع، واحمد بن راشد المحرمي الاكتبي يتقدم على المركز الرابع، بينما المركز الخامس الطاير ياتي في المركز الخامس، وحمدان بن محمد بن خليفة بن قحيد المهيري على خامس المراكز. سادس المراكز ياتي رياض وعمر بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري على المركز السادس، بينما المركز السابع يتدخل في سابع المراكز وياتينا في المتحد لمحمد بن طحنون بن جابر بن جبران المري على المركز السابع، بينما المركز الثامن يتواصل فيه ويتقدم هنا في هذا الانطلاق مروج لأحمد بن سالم بن دري الفلاحي. والمركز التاسع تواجد في هذه اللحظة البترول لأحمد بن راشد بن حمد بن جرش الغفلي. والمركز العاشر هناك عاشر المراكز، هذا هو شاهين ومصبح بن سعيد بن سالم الرميثي. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى المتقدمة في أحد أشواطنا، وهو شوط الانتاج في أشواط الانتاج، وهو الشوط الرابع مكمل للجولة الأولى في صباح هذا اليوم. جولة الانتاج الأولى وأربعة الأشواط للانتاج والمنتجين، هذه الفية الذي حظت كذلك بنصيبها في دعم الرياضة والأصالة والناموس. نسير عودة مرة ثانية بعد أن أكملنا ندانا الأول للعشر المراكز الأولى في انطلاقة زمول المهجنات الأصايل، والانطلاقة اللي تكون بهدوء في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع الجميل والرائع على أرضية هذا الشوط. إلى المركز الأول اللي على الأول، بينما المنافس شاهين سالم بن بحمسلي الذي ينطلق المركز الرابع في هذه الرباعية الجميلة، المربع الذهبي الذي يحمل هذه الزمول المهجنات الأربع اللي انفردت وانفصلت عن بقية المراكز. أشوف المركز الخامس المتحد ياتي في المركز الخامس، محمد بن طحنون بن جابر بن جبران المري يتقدم على الخامس في هذه اللحظات. سادس المراكز أشوف المركز السادس من على بعد، هذا مروج أحمد بن سالم بن دري الفلاحي يتقدم على سادس المراكز. المركز السابع يتدخل في هذه اللحظات على تدخل على المركز السابع، هذا وصل رياض لعمر بن سعيد عبد الله بن بروك الحميري على المركز السابع. عما ثامن المراكز وصل الطاير لحمدان بن محمد بن خليفه بن قحده يتقدم على المركز الثامن. وتاسع المراكز يتواجد في البترول جرشل، والمركز العاشر المسافري، او هناك اللي هو مطفي، هذا مطفي لحماد بالصغير بخرايط العامري. هذه العشر المراكز المتقدمة في مسار هذا الشوط وتحدياته. ندانا الثاني وذاعتنا الثانية للعشرة المراكز الأولى، خلاص انتهت الإذاعة مرتين للعشرة المراكز الأولى المتقدمة. بنعود
الود هناك مع المراكز الاولى، ومن يبا الاذاعه على الخمس المراكز او الست المراكز الاولى يحرك يتقدم هناك على المراكز الاولى. شوف الثلاثيه الجميله، شوف هذه المنظر، شوف الكادر العلوي والكادر شاشه دبي ريسنج السفلي والعلوي، حاضرات مقدمات لمتابعي الشاشه في شاشه التلفزيون في هذا النقل الحي المباشر في ميدان المرموم، عوده الى المراكز الاولى والتنافس الباين، ولكن الامور في هدوء. هذا التكتيك من المضمرين، مرين في 86 مترات، هذه مسافه طويله تحتاج الى تفكير وخطه والتكتيك ومتابعه، مثل التضمير كذلك الاوامر لها دور كبير ورائع وجميل. عوده الى المركز الاول، عوده الى شعار بن دري، ايضا شعار يعرف الناموس، يعرف التحديات، يعرف الانجازات. يا سلام، مسيطر على مقدمه الشوط، وهذا متعب، هذا متعب. محمد بن سالم بن دري الفلاحي واهالي زاخر، يا ابو حمد اهالي زاخر متابعين لهذا الشعار وامنياتهم في السلامات في هذا الصباح من ميدان المرموم، ولكن الهجوم من كل صوب، من كل صوب وارد وارد. شاهين سالم بن سيف بن مصبح المسافري على المركز الثاني، يحمل رقم 8 من الجانب الاخر، ولكن يتحرك شاهين سعيد بن راشد بن سيف الشعالي على المركز الثالث والمركز الرابع، اللي منضم معهم برق برق لاحمد بن راشد المحرمي الاكتبي، يتقدم على المركز هذه الأربعة المراكز الأولى، وهذه فيها أخرى كذلك تحمل خمس مراكز. هذا هاي المراكز بتنضم للمراكز الأولى. أشوفهم بدوا يطلعون على الناموس، وهذا أمر مشروع للمشاركة وللتغييرات في أي مكان من الميدان. المركز الخامس بدأ بالاقتراب، اللي هو المتحد محمد بن طحنون بن جابر المري، يتقدم في هذه اللحظات، وبد بن قحيد من الجانب الآخر كذلك يحرك ويقرب على المراكز الأولى. الله 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 الله، يا سلام يا سلام، عودة الأولى، عودة ما درناها. لوحين ذكر يا مذكر يا مضمرين يا متابعين، خلاص هذه لوحة الإعلان، لوحة الأوامر، لوحة الأجهزة، لوحة التحك. يا سلام يا سلام يا سلام، المركز الأول اللي مسيطر على المركز الأول رقم واحد، اللي هو شاهين سعيد بن راشد عالي يا شعالي. أهالي الشمال المناطق الشمالية كذلك متابعين، وهالفلي معلق ليتابعون في هذا الانطلاق، ولكن من الجانب الآخر برق برق لأحمد بن راشد المحرم الكتبي الذي ينطلق، هناك اللي ينطلق بالمركز الأول، اللي ينطلق برق أحمد بن راشد المحرمي، يسيطر على مقدمة الشوط، يقود مسار هذا الشوط وتحدياته. بدأت الزمول، وبدأ هدير الزمول، الستمائة متر الأخيرة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، عودة إلى المراكز الأولى. لا زال المحرمي مسيطر مع برق أحمد بن راشد المحرمي، يسيطر على مقدمة الشوط، ولكن من الجانب الآخر وصل مطفي، وصل بخرايط، وصل اهالي الهير تقدموا الى المركز الاول. الله مطفي حماد بن صير بخراي امري، يتقدم على المركز الاول على حرك. يا الله يا سلام يا سلام، نينا مشاهدي العزاء وسلاماتنا الصباحيه من المرموم، حظوا بها اهالي الهير في هذا الصباح. تهانينا والناموس لحماد بن صير بخرايط العامري على هذا الفوز وناموس، ومع انطلاقة مطفي في هذا الشوط المركز الثاني الطاير لحمد عيد، والمركز الثالث رقم ثلاثة اللي هو مروج لحمد بن سالم بن دري، وهناك المتحد محمد بن طحنون بن جابر المري، والمركز الخامس هذا برق لأحمد بن راشد المحرمي. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز الأولى، وهذا الشوط الذي حمل لنا التنافس حتى الرمق الأخير وتبادل المراكز السريعة. عودة عندك يا أبو عدنان، صباح الخير على هذه المتابعة الدقيقة والتوقيت الزمني، والعادة البطية للشوط وتوقيته، وهذا هو اللي انتزع الناموس مطفي في 10 دقائق 11 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا لمالكة حماد بن صغير بخرايط العامري، وسلام يا الهير سلام. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، وصل فيه الطاير، قطع المسافة في 10 دقائق و
13 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا مشاهدي الأعزاء لحمدان بن محمد بن قحيد المهيري، وتقريبا رقم 13 من الجانب الآخر هو الثالث اللي هو المتحد محمد بن طحنون بن جابر الجبران المري، قطع المسافة 10 دقائق و13 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.